إنما العملية التنظيمية كاملة، وبالأخص المنهج التنظيمي اللي بيخضع عليه الطفل اللي بيتأثر بيه نفسيا. بيتأثر بيه نفسيا، وفهم إزاي ده بيعيد تشكيل وعي البني آدم بأنه يصنع من البداية كائن مشوه مشوه. عن بقية المجتمع، علاقاته مش سوية بالمجتمع ولا بنفسه ولا باللي حواليه، كائن مطوع داخل التنظيم حتى لو كان مشاكل زي حالاتي، بس الضغط اللي بيتعرض له ده مش أداء طبيعي. مش المفترض إن إحنا نربي أطفالنا بالطريقة دي، مش المفترض إن هما يخضعوا للمناهج دي. وللأسف دلوقتي في ناس من اللي اسمهم دعاة المفروض، واللي بيتعاملوا في مجال الأطفال بيعيدوا نفس المنهج مرة تانية، بيدوا الولاد نفس المنهج ده، ودي كارثة كبيرة. احنا في الآخر بنصنع أطفال مشوهين. فأنت تخوفك إن ده بيتكرر تاني بشكل تخوفي حاجتين. الحاجة الأولانية إني استوعبت إن كل من مر على التنظيمات دي، سواء الإخوان أو غيرها، كل من مر على تنظيم الدين السياسي وخاصة اللي تربوا جوه، لو هو حتى متخيل إنه انشق وإنه انفصل عن التنظيم كاملا، فهو محتاج علاج للي عمله في التنظيم، لأنه للتعافي. للتعافي، لأنه بيفضل مؤثر في الحياة دون أن ننتبه إن هو ده اللي بيأثر في علينا. اللاوعي وفي التكوين بالظبط الجذري بقى للشخصية. بالظبط، ده بيفضل مأثر علينا وتعبنا جدا وإحنا مش متخيلين ده، وده بيخلي في كتير من اللي خرجوا من التنظيمات عندهم أزمات شديدة جدا، وفي منهم كتير بيصرحوا بإنهم برامج العلاج اللي لما بيحاولوا يتعالجوا برامج العلاج مش بتفلح معاهم، مفيش استجابة ليه؟ لأن الدكاترة نفسهم ما هماش مستوعبين. أو لما بروح أحكي للدكتور، ما كانش بيجي في بالي إن أحكي اللي حصل معايا وأنا طفلة في التنظيم، أو المنهج اللي أنا أخضعت ليه في التنظيم، لأني ما كنتش متخيلة إن ده شيء ممكن يبقى فارق في حياتي بالطريقة دي، وفارق في تكويني وفارق في تصرفاتي حتى الشخصية. هو ممتد كمان وعلى مدار سنوات العمر والنضوج، يعني انت من الطفولة. وامتدوا في بنات انشقوا، وانا اعرف منهم ناس بشكل شخصي، مش بس بنات، بنات وولاد، وفي منهم بنت كانت مقربة جدا مني انتحرت، وفي منهم كتير بيعدي زينب. بميول انتحارية، في منهم كتير بيعدي بميول انتحارية ومبيبقاش مستوعب ده سببه ايه. في تنظيم دخل حاجة شبه الفيروس. عمل ايه بالظبط؟ يعني الدكتور كان تشخيصه انه التربية التنظيمية دي عملت ايه فيكي؟ بتحول البني آدم تماما من البداية خالص، بتصنع منه وعي مختلف عن كل البشر الطبيعيين. جزء من تكوين مثلا الطفل الطبيعي انه بيسمع اغاني الاطفال اللي نعرفها. لما طفل يتربى طول الوقت على اغاني البكائيات المرتبطة بأزمات العالم واللي بيحصل من كوارث للمسلمين، في فرق بين إنك تربي طفل بيغني الأغاني بتاعة الأطفال العادية، وبين إنك تربيه عيش على طفولته بشكل سوي. الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. في فرق بين إنك تكلم تربي الطفل على محبة ربنا، غير إن أنت تربيه من وهو صغير على إن ربنا مرعب طول الوقت فيفضل في خوف طول الوقت. في فرق بين تربية طفل بيسأل وبيتحرك، عن ان انت تربي طفل ان السؤال ممنوع، وكل ما يجي يسأل يتعاقب لما يزود في سؤال، ولما يفكر دماغه، لما يفكر ويشغل دماغه فتخليه تقنعه ان ده من اسباب دخول، او دي من وسائل دخول الشيطان اللي ممكن تؤدي للكفر وبيلغي والالحاد. عقله كمان بيلغي عقله واحدة واحدة وبيشعره وبيدمر بالاسم انه نفسيته. فكر. وأهم جزئية فيها عزل الطفل التنظيمي عن البيئة الطبيعية. ممنوع إن أنا أصاحب حد من بره بره. التنظيم بحجة إن دول هيفسدوني، وبعدين وأنا كبيرة بحجة إن دول هيبقوا بيتجسسوا على البيت، فيطلع شعور شخص دائم بالخطر معزول عن العالم كله. كمان، كمان شعور بالخطر.
وكمان جزء انا فلت منه لاني كنت مشاكسه اني ما كنتش بحس اني افضل من الناس بره، انما فعليا التنظيم بيربي ولاده على ان هم افضل من بقيه الناس بره. الافضليه دي الاستعلاء بالايمان شرعيه بالدرجه الاولى، الاستعلاء بالايمان الاستعلاء بالايمان بالظبط. كل ده بينتج في الاخر بني آدم مختلف تماما. الدراما اللي بنتفرج عليها دراما مرتبطة بالتنظيم وبقضيته وبالصدام وبالخطر اللي بيتعرض له والاستهداف اللي هو موضوع فيه